طيب استاذ جمال، على الصعيد الصحفي بالتحديد، وازاي بيتم تغطيه هذه المباراه من قبل زمن السوشيال ميديا؟ مباراه الاهلي والزمالك ودايما بيبقى في عدد خاص من كل جريده، هل الموضوع ده لسه مستمر لحد دلوقتي؟ طبعا في الجرايد الورقيه الموضوع ما بيتغيرش، ما بيتغيرش نفس النظام، وكنا بنوزع فرق عمل يعني كل واحد فينا زي المدير الفني كده بيكلف كل فرد عنده بالمهام بتاعته. يعني انت هتراقب كابتن فلان، انت هتراقب فلان، انت رقابة لصيقة مع فلان، لدرجة انه ممكن يبقى ضمن فريق العمل حد هيعمل مقارنة مثلا بين اداء حارسي المرمى، اداء الحكام، اداء بالارقام وكلام من بالارقام وهكذا. فطبعا لانه انا بعتبر ان هي مباراه الاهلي والزمالك، مش انا اللي بعتبر، المجتمع كله بيعتبرها عيد للكره المصريه. صح. فعلا الناس كلها بتبقى مستنيه ايا كان بقى انتهى بنتيجه ايه، لكن هو كلقاء، هو لقاء كل الناس بتبقى مبسوطه بيه. طبعا الفائز بيبقى مبسوط اكتر، ده وضع طبيعي يعني، لكن اجمالا الناس كلها مترقباه ومنتظراه. طبعا بقى السوشيال ميديا دلوقتي في ناس بتعمل، بس قبل ما نروح السوشيال ميديا هسألك سؤال يمكن خبيث شويه. لا يا بيه اتفضل. لما الاهلي كان بيكسب كانت الاعداد او المبيعات بتبقى اكتر، ولا الزمالك لما كان بيكسب مثلا؟ عشان برضو ما ندخلش في مواجهات مع حد. الواقع بيقول وارقام التوزيع بتقول انه الاهلي لما بيكسب الارقام بتزيد. دي حقيقه توزيعيه ملهاش علاقه. وفي احيانا لما الزمالك بيكسب بيبيع اكتر. ليه بقى؟ لانه مثلا بيكون الاهلي لفتره هو اللي مسيطر على مباريات القمه هو اللي بيكسب على طول، فجمهور الزمالك بيبقى متشوق ومتعطش ان هو يحتفظ. طبعاً. لانه في ناس بيعملوا ايه، في ناس بياخدوا منشتات الصحف، واحد عنده محل مثلا ويعلقها بقى عشان الجيران اللي قدامه سواء اهلاوي كده وانا صغير بيبيع. ايوه سواء اهلاوي او زملكاوي يعني بيبقى هو معتز بالصوره دي. لكن نخش برضو على السوشيال ميديا. انا في ناس اعرفهم شخصيا بيبقى يعني هبقول لك على اسمائهم تتابعهم، يعني بيتابع المباراه ثانيه بثانيه. يعني يا عم انت نزل فلان، يا عم لا ده مش نافع طلعه. ايوه صح. كل ثانيه يكتب بوست، واخد بالك؟ واحد يعني حبيبي يعني. لا ده مش واحد، ده كتير كتير. لا بيبقوا قاعدين، عارف السوشيال ميديا برضو والفيسبوك وكده ادى فرصه اكتر للمشاركه الشعبيه. صح. لحظه بلحظه. الناس زمان كانت بتستنى الجرايد هتقول ايه. صح. او الاذاعه او التلفزيون التحليلي. لكن النهارده القارئ العادي والمشاهد العادي هو بيشارك معانا. صح، واخد بالك، بيقول رايه، هو بيقول رايه وبيقول رايه ساعات. الراي بيبقى فعلا في مكانه عندهم بقى من الخبرات دلوقتي. طبعا بالظبط. لا والراي بقى مؤثر، والراي بقى مؤثر. انا بقى كراجل بشتغل يعني متخصص في هذا المجال، انا ببسط جدا وبستفيد جدا من هذه التعليقات. يعني لدرجه ان انا كتير باخد منهم وبقول ان انا ده قريته على الفيسبوك. لانه فعلا ساعات بتبقى في حاجات بتتقال صح، زوايا تانية، زوايا تانية مهمة. وزوايا ممكن نكون انا ما فكرتش فيها قوي. فمش عيب يعني، لازم يبقى في تكامل يعني.